عسلامة الأولاد ومرحبا بكم في فيديو جديدة مع سكايميل انفورماتيك. اليوم باش نحكيو على كلافيي ميكانيك جديد خرجته ام اس سي اللي هو جي ك 61. لحظة شنو هو؟ مش قلت لك ما عادش تقص عليه كي نبدا نسجل. سي امبورتون. باهي شنو؟ فما واحد في الكومنتير قال لك لازمك تبدل الكرسي نتاعك خاطر مقطع. ابون؟ وي ظاهرة تقطيعك كبيرة حربولها. على الغالب بون كرسي قديم شو باش نعمل؟ لازمك تبدل يوتيوبر انت تخلص فلوس اليوتيوب تاو. يا اخي جايبك اسيستون باش تدبر عليه شنو نعمل؟ انا عليك انت باش تحسن الكاليتي نتاعك راه. باهي تعرفش كيفاش؟ هاي قص التسجيل وجهك كما ندير الكرسي هاي. Money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. I'm sitting somewhere. يا سيدي هانا بدلنا الكرسي ما تغشوش علينا برك وسيرتو ان شاء الله يعجبكم. باهي الكرسي اللي جبناه كرسي جيمر من عند شركة ام اس سي واللي هو بالطبيعة ديسبونيبل عندنا في سكايميل انفورماتيك. دونك باش نغتنم الفرصة ونحكي لكم عليه شوية.
من الاخر العباد اللي مغرومه بالجيمينج واللي لوج على كرسي جيمينج يفتق بصراحه سايب عليكم الكاملوت اللي موجوده في تونس راهم اشترهم بلاستيك وفي ساعه ما يتكسروا وما يعيشوش بالكل هذا بخليه في الكونفور اللي كعبالي و و و دونك من الاخر هون وخذ حاجه بها من بون فابورتوت كلنا نعرفوا شركه ميسي وشكون ما يعرفهاش وكلنا نعرفوا اللي هي شركه محترمه برشا وتاخذ لي برودوي نتاعها تريزو سيريو دونك باش تشري كرسي جيمينغ من عند ميسي اكيد باش يكون في نفس النيفو د كاليتي نتاع لي برودوي نتاعها الاخرين الكل وهاني انا بطبيعتي قاعد نكتشف معاكم باهي نحكي لكم شويه على المميزات نتاع الكرسي هذا دونك كيما كنتوا تشوفوا الكرسي هذا دو تيب باكي يعني كيما الكراسي اللي تلقاهم في كراهب السبور والكراهب نتاع الرالي واللي هي النوعيه المفضله عند الجيمرز علاش يحبوه برشا على خاطر كيما في الكراهب نتاع السبور الفورمه نتاع الكرسي في حد ذاتها تعطيه مانتيان وفيرموتي طياره برشا وان ميم طون سوفيزامون كونفورتابل وصحي باش تنجم تعدي عليه 8 سوايع في النهار من غير ما تتقلق ومن غير ما يضرك بدنك وكانك تلوج على اكثر كونفور بطبيعه الكرسي معاه دو كوسان واحد تنجم تستعمله كسوبور للومبير نتاعك والثاني تنجم تركبه الفوق شويه باش يزيد يعطيك اكثر كونفور في النيفو نتاع رقبتك دونك هذا فيما يخص لاسيز والكونفور نتاع الكرسي بالنسبه للروبوستيس الستركتور نتاع الكرسي كامله اون اسيي وحتى الساق اللوطانيه نتاعو اون اسيي معناها مش بلاستيك كيما الكراسي البودورو نجيو توا لي ريغلاج نتاع الكرسي ابارامون ما نساو حتى شيء لي ريغلاج اللي تنجم تستحقهم الكل موجودين في الكرسي هذا دونك بخلاف الريغلاج ستاندار اللي هو موجود في الكراسي الكل واللي يخليك تنجم تطلع وتهبط في الكرسي عندك زيادة بوانية على جنب يخليك تتحكم في الانكلينيزون تاع الكرسي تنجم ميم تطيحو 180 دوغري يعني يولي براتيكمون فرش وعندنا زيادة في الكرسي فازة عجبتني برشا اللي هي لي ريغلاج نتاع لي زاكودوار نتاعو في الفيش تكنيك مكتوبة دي زاكودوار ريغلابل 4D راهي كلمة 4D ماهيش ماركتينغ كي يقولوا 4D معناها لاكودوار ريغلابل سور 4 اكس سيمولتانيمون لي 4 اكس هاو باش نوريهملكم توت سويت عندك لاكس الاولاني بوطون فم بوطون على جنب يخليك تنجم تطلع وتهبط لاكودوار يعني تحكم في اللوتور نتاعو لاكس الثاني هو لاكس دو روتاسيون تنجم تدور لاكودوار سواء على اليمين سواء على اليسار لاكس الثالث فما بوطون على جنب هذايا كي تنزل عليه تولي تنجم تحرك لاكودوار على اليمين ولا على اليسار موفمون دو ترانسلاسيون والاكس الرابع كيف كيف عنده ان بوتون ديديي زادا كي تنزل عليه يخلي لاكودوار ينجم يقدم ولا يوخر وهكا يكون عندنا اكودوار ريغلابل في اربع اتجاهات يعني اكودوار 4 دي حاصيلو هذا فيما يخص الكرسي الجديد نتاع MSI اللي هو MSI ماج سي اتش 120 كانك انتريسي وتحب تعرف اكثر معلومات على الكرسي هذايا تنخلي لك اللينك نتاعو في الديسكريبسيون نتاع الفيديو وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو نتاع اليوم كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لايك وسورتو سورتو سورتو ما تنساوش تشتركوا في القناه خاطر الفيديو الجاي باش نعمل لكم تيست للكلافيي هذايا وتوا ما بقى لي كان نقول لكم على بروشين فيديو